مساء الخير. تشير صور الأمطار بازدياد تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وفرصة لهطول الأمطار في بعض المناطق خلال الساعات القادمة. هاي الليلة ترتفع درجات الحرارة ويميل الطقس للدفء في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في العديد من المناطق، وتكون رعدية أحيانا في جنوب وشرق المملكة، وبتوصل درجة الحرارة ل 11 درجة مئوية. غدا تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق مع فرصة لهطول أمطار خفيفة تكون رعدية في مناطق البادية، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 22 وبالليل 13. الأحد حتى الثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة وفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار خصوصا في جنوب وشرق المملكة، قد تشمل مدينة العقبة يومي الاثنين والثلاثاء، وبتوصل درجة الحرارة نهارا 23 وليلا 11. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد. اربد الليلة 14 وغدا 23، عجلون 11 وغدا 23، المفرق تساقط أمطار 11 وغدا 22، جرش 11 وغدا 22 درجة. السلط الليلة 12 وغدا 24، الزرقاء 12، وأجواء غدا غالبا مشمسة 22، مطار الملك علياء 12 وغدا 25، البحر الميت الليلة 17 وغدا 29 درجة مئوية. مادبا الليلة 10 وغدا 24، الكرك احتمال تساقط أمطار 10 وغدا 23، الطفيلة 13 وغدا 24، جبال الشراه 13 وغدا 22 درجة. البتراء الليلة 13 وغدا 22، معان 11 وغدا 23، وادي رم 15 وغدا 26، العقبة احتمال تساقط أمطار الليلة 20 وغدا 28 درجة مئوية. إذا ملخص الحالة الجوية: حالة عدم استقرار جوي وزخات أمطار متفرقة الليلة ودرجات حرارة حول معدلاتها.